من ولاية المسيلة نظم عدد من المواطنين وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر دائرة سيدي عيسى لمناشدة والي الولاية بإعادة أسماءهم التي تم حذفها من قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي حصة 584 وحدة سكنية. المزيد في تغطية الزميل سعد العجل. يقف هؤلاء الشباب من بلدية سيدي عيسى بولاية المسيلة وقفة السائلين عن الطريقة التي تم حذف أسمائهم من قائمة المستفيدين من حصة السكن الاجتماعي 584 في دائرة سيدي عيسى والتي تم الإفراج عنها من خلالها الأخيرة شهر جانفي من السنة الجارية. هنا مجموعة من مواطنين من بلدية سيدي عيسى كي 54 شخص تم حذفهم من القائمة الرسمية. واليوم قبل يوم اتصلنا بالسلطات المحلية ما دارونا حتى اهتمام، وثاني بالسلطات الولائية ثاني ما دارونا حتى اهتمام. بقى ولينا القضية تاعنا وراح تولي قضية أي عام، في قضيتنا قضية تزوير هنا يتنح تجاوزات تنحينا بدون تبليغات بدون أسباب، قضية حقرة. نطلب من السلطات العليا البلاد على رأسهم سيد ولي ولاية المسيلة ورئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون، يعني إن شاء الله ينصفونا في القضية هذه. ليبقى أمل هؤلاء الشباب كبيرا في إنصافهم من قبل الرجل الأول في الولاية وإنهاء معاناتهم التي تراوحت بين القراء وريق المساكين العائلية وإنهاء مرحلة التعب النفسي والمرور إلى الاستقرار الأبدي لهم ولعائلتهم.